مرحبا. اليوم بدي اورجيكم او مو بدي اورجيكم، اليوم بدنا نلعب مع بعض دون سبايس وورز. دون سبايس وورز طبعا لعبه طلعت من فتره، عملوا لها شويه ابديتس وظبطوها، وهلا الريفيوز تبعها حتى تحسنت. راح اعمل سنجل بلاير، وراح اعمل اللي هو الاوبشن اللي هو هون اللي بالنص، النيو جيم. النيو جيم هو الكامبين مود، اوكي، اللي هو الكونكويست مود. حتختار فيه واحد من الفاكشنز هذول وتلعب فيه. حختار الاتريديز بالبدايه وراح افوت. فكرة اللعبة هي انه نحن على اراكس بدنا نسيطر على الكوكب. وبالبداية اللي حيصير هو انه عنا اراضي، طبعا هون حنورجيك بس انه اراكين تراديشنال سيت دوكليتو اتريديس. حلو، فهلا بدنا نسيطر على الكوكب بطريقتين، يا اما خلينا هون نشيلها، يلا، يا اما اني اخذ 8 مناطق على الارض، اوكي، يا اما اني اصير علي مع الفرمن، يعني يصير حليف للفرمن، هدول اللي عايشين على الكوكب، يا اما اهزم كاوس كورينو بالمره طلعوا برا، يا اما اهزم هاوس هاركون اللي هن هون. لازم خلص منه التنتين، اوكي، لحتى فوز. طبعا هلا مع الوقت كمان في اشياء تانية بتنفتح لي، بس حاليا هختار مكان وروح عليه. هون مثلا في عنا هذا الاوبشن، هون بدنا نحارب، بدنا نحاول انه نجيب نفوز يا بالسكور يا اما بالايكونومي يا اما بالدومينيشن، هو انه دمرهم كلهم الموجودين. طبعا بيعتمد على طريقه لعبك، اوكي، او على طريقه الوضع. هلا هون نفس الشيء كمان، ثرو political economy or domination. political يعني انه ينتخبوني باللانسراد، ينتخبوني يحطوني بالمكان هذاك. طيب لا، نحن حنختار واحدة منهم، حختار هاي لسبب انه هون في سكور وايكونومي، فهذا يعني اسهل شوي اني اعمله. راح اعمل هون واعمل اختار هذول التنتين وروح. طبعا عم يقول لك انه حتاخذ بونس بوينتس اذا عطيت الفريمن مي. طبعا المي هي واحدة من الريسورس الصعب وجودها بهذا الكوكب، بس حنحاول نجيب المي ونعطيها هدية للفرمن. اذا اعطينا هدية للفرمن ممكن الفرمن يعطونا هدية بالمقابل، بس ما بيعطونا هلا، بيعطونا اخر الكامبين. طيب هلا هاد حنبلش نعمل ريكون، حنحط واحد تاني هون، نطلع اثنين. هلا حنجي هون، هاي الفرمن، ها، حيعطيه مي مشان يعطيني water. Send a gift to the Fremen. Water gift treaty. هاي. طيب. وخليها شغالة لآخر الجيم. هذا هيك. طيب. هلا هون حنبلش. حنجي ناخذ الأرض هاي. حنحتلها. أوكي. ونحاول شو؟ بدنا نحتلها مشان ناخذ السبايس اللي موجود. طبعا انا هون حاطيني حشريني بالزاويه، ما بعرف ليه اليوم، بس مو مشكله. هدول طبعا هي اتاك. هون خلينا نعمل كمان اثنين تروبرز، وهون حنشوف شو بدنا نعمل كمان بهذا المكان. حنبلش نتشعب ونطلع من جنب البيس ونحاول نكبر. طبعا اللي حنعمله هو يا اما نجمع بوينتس، يا اما نكون عندنا شيرز بالشاوم اللي هو شوام، هذا الشوام، شوام شورما، اللي هو بدك تشتري فيه أسهم، تصير عندك أسهم، عدد أسهم معين، أو يكون آخر واحد موجود، أو جمع 30,000 بوينت. 30,000 بوينت بجمعه لما أحتل أراضي وأعمل أشياء. هلأ كمان بدنا نحاول نجيب سبايس لنعطيها للإمبرر مشان يرضى عنا. فهذا الشيء كمان هلأ حنشتغل عليه. بدنا نبلش نحتل هدول. هلأ هاد حعمل له، حجيب هذا هيك، هاي الأرض حنعمل لها بيلد فاوندري، هنبلش هون نحط أشياء ونشتغل على إنه نطور المكان. هون حيجينا فيول سيلز، بعدين هون فينا نعمل ريسيرش. خلينا نعمل ريسيرش، هذا حيعطيني اللي هو اللوكال كوميونيتي مشان نعمل فلوس. هذا الشوام بيعطيني الأصفر إيكونومي بيسكلي، أوكي، الأزرق هو تبع ال 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 شو اسمه، الأزرق هو تبع البوليسي البوليتكس اللي هو هون، والأخضر تبع الأرض، والثاني هو الأحمر تبع الميليتري مشان تقوي الجيوش وهيك. هذا حنبعته يعمل ريكون.
هاد فينا نبعت واحد هون يعمل الاتاك ونحاول ناخذ هذا الشيء. ناخذ هون تو ناخذ هون يعني سولجرز يحاربوا معنا. يلا لا تقول لي بدك تموت كمان. هيا هذا هون نحتل هاي الارض. طيب هلا هون خلصنا هاي المعركه. هدول اثنين حنجيبهم هون حنبعتهم على هاي الارض مشان نكشف هذا الشيء. حندفع 1000 لناخذ اثنين من هون، او ممكن نعمل اراكس هون نبعت ايجنت بعدين حيجينا مشان ناخذ 39 مان باور. لا حناخذ 39 مان باور بس هلا مبدئيا خير رجع هذا لورا. هاي المنطقه الاساسيه تبعنا حنبلش نتشعب لبرا كمان. هلا لنشوف كيف. طبعا هون بتشوف انه الخريطه كيف جايه ترتيبها. اوكي هاي الفيليج صارت معنا. حنبني هون خلينا نشوف شو اللي عنده اشياء هون. بيقول لك سولاري برودكشن when this village has one of each type gain for all military units. اوكي هنحط اول شيء نبلش بشغله هذه بما انه خمسه حنحط هون مشان نجيب مي. ايه اربن بلانينج. هذا هون حنعمل ديبلوي وحنقول له تعال جيب هاي الهليكوبتر وحطها عليها. نطلع هليكوبتر ثاني تستكشف. طبعا هلا حنبلش نستكشف هدول الاماكن ونحاول نتوسع بال بال بالعالم اللي نحن فيه. طيب بدي انتبه على شغله، لما اخذ اي قريه بدي ادفع اوثوريتي لحتى اخذها. فهذا الاوثوريتي نمبر هاي سيف مود ديبلوي. يلا وهون حنستعمل هاد مشان نعطيه كرو. الكرو بتقدر تحطه هون بصير بيعطيك بصير بيجمع سبايس اكثر. طبعا هلا اللي حيصير هلا بس يوصل لهون حيبلش يجمع السبايس. حقرر السبايس هذا قديش خزن وقديش بيع. هذا طبعا حيأثر على قديش حيكون عندي مجمع اخر الشهر او اخر ايه اخر الشهر مشان اعطيه للامبراطور اللي طالبه. هو طالب 80 تاكس، عم نعطيه تاكس مشان يرضى عننا وهكذا. طيب هلا هذا 66 فبس هي تطلع ممكن نظبطها. هلا مبدئيا خلينا نكمل هدول. نعمل هون ميليشيا حيكلفني كل واحد 10 ما معي لسه، بعدين نشتغل عليها. نحط هون مثلا ريسيرش لاب لحتى نقوي هي او نشوف شو بيعمل. One militia slot وresource on pillaging and villaging creatures. اوكي هذا يعني بيعطينا زيادة اذا عملنا pillage، بس نحن ما فينا نعمل pillage لانه اتريديز حبوبين ما بيهاجموا حدا فما حنستفيد كتير which is fine. بس حنحط شيء تاني هون، ممكن plascrete factory او maintenance center. ممكن maintenance center لانه هذا حيكون بالنص بين واحدة تنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة. ايه ممتاز maintenance center. هذا هيك حيصير يساعد كل المدن اللي حواليه. هذا construction complete. حنعمل هون اللي هي fuel cells. هاي fuel cell factory. هذا حيسمح لي اني اعمل support away from as well as power heavy industries. اوكي فهذا حيسمح لي اني اعمل بعض المكاين شغلة بعيد عن البيس. طيب هلا هذا هيك تمام. هلا ننتظر هذا يستكشف ويقول لي شو صاير هون مشان نستكشف المدينه اللي بعدها. اوكي هلا فينا كمان نصرف بلاسكريت وبلاسكريت مثل كونكريت يعني بس اسمه بلاسكريت. هذا بالمستقبل بسنه 10100 ومدري قد ايه بالمدري انه مستقبل بعد مدري انه سنه يعني تقريبا 40 50 الف سنه بالمستقبل هيك الاحداث. هنروح هون نعمل هاي لانه كان بدي اسحب هدول صح مشان نجيب المان باور. ايه فهيك هذا طبعا حنجيبه لقدام. هذا خالص ما عنده شغل. هنبعت كمان تروبرز. كمان فينا كمان نعمل ارمري لحتى نعمل نظبط الاسلحه تبع هدول. فشوي شوي حنعمل. المهم بدنا نشوف هلا شو بدنا نظبط. بدنا نظبط انه نطلع فلوس لحتى نقدر نشتري الشيرز اللي حيلزمونا لحتى نفوز بالمعادله. هلا هون هاد اربن بلاننج خلص.
حنعمل انسيوليتد فالي. ايه هذا ابكيب ريت، وهذا سولاريس. يلا خليه يعمل الشغل هذا. هلا شوي شوي بدنا هدول نسحبهم. هذا حناخدها نحتل احتلال. في طريق تاني هو انه استعمل البيسفول انكسيشن، انه نقول له لا بتعرف انا ما بدي احتلك، بدي اخذك بالحسنى. فحاكبس هذا الزر، هذا حيخليني اصرف 50 انفلونس من هون لحتى اقدر اخذ هاي القريه بهدوء. هلا هذا الشيء بيساعدني انه انا فيني طلع هون يعني هاي المدينه فيها ميليشيا، الميليشيا هذول حيصيروا معي دغري بدون ما اصرف فلوس. طبعا هذول بيلزموني بعدين لحتى اعمل شويه كم شغله هيك قوي فيها ال سوري قوي فيها هي، مشان اذا اجوا علينا ريدرز او هجموا علينا حدا ممكن نكون جاهزين لحتى ندافع. اوكي هلا هون هاد حنبعت هدول لحتى يجيبوا فلوس من هون. هلا فينا ناخده شوي شوي. هاي المدينة بما انه عم ناخدها شو بتعطينا؟ سولاري فور ميلتري بيلدينجز وبلس 1 داتا سنتر ليميت. فحط داتا سنترز هون بهذا المكان. بصير الداتا سنتر هو مبنى اظن، نسيت شو كان بيعمل بس اظن تعال شوف هون بيبين معي، ما حيبين هيك، بدنا نبنيه بالاول بعدين بنشوف. طب هون شو عندنا اوبشنز؟ سولاري فور فيلجز اوف ايتش تايب اكسبيرينس جيند فور اول ميلتري يونتس. طيب حلو هيك تمام. هذا شغال طبعا منيح اللي حطينا هاي هون تبع اللي بتعطي بونس لكلهم، لانه بتصير بتعطي على حواليها. اها اذا بس نوصل ل 2.5 2500 حيعطيني بونس ثاني هو لل الهجمني هون، حيعطيني بونس ثاني للتريديز. كل فاكشن له بونس خاص. طبعا هلا حنبلش اللي هو اللانسراد كونسل هون. طب خلينا نسرع الجيم مشان تمشي بسرعه. طبعا الجيم حتعمل بوز وحنروح وين؟ على الكونسل. اوكي هنيك حنبلش نصوت على بعض الاشياء. هون هذا الكونسل طبعا هذا قديش كل واحد عنده اصوات ماشي، هذا قديش عنده فوتس قديش في فوتس. طبعا هي هذا الاساسي 100، بعدين بصير عندك اكثر حسب الانفلونس اللي عندك. اوكي سو هون مثلا هذا عنده انفلونس اعلى، هذا عنده انفلونس اعلى فعنده فوتس اكثر، فهيك انت بتعرف قديش في فوتس. هذا عنده 197، هذا عنده 139، هذا عنده 189، فكل واحد اعلى من الثاني بشوي. طيب هلا اللي حنبلش نعمله هو انه نحاول نعمل صوت على هدول الاشياء. هذا بيقول لك the elected faction gains authority production. انا حاعطي كل الاصوات تبعي هون مبدئيا لانه بدي اياها. اوكي هلا بجوز نصرف انفلونس لحتى نعمل اشياء تانية، بس حاليا هاي مثلا ما بهمني، هاي ما بهمني فما حاصرف عليهم هدول. هلا في كمان تشارترز هدول بيعطوك بوانس، هي مثل اذا بتكون عندك اياها مثلا. هذا بيقول لك اذا عندك 7 ايجنتس، هذا بيقول لك اذا عندك 50 ووتر، هذا بيقول لك اذا عندك 1 تشارتر بتصير كونسل ريبريزنتيف، بيعطيك كمان بوانس زياده اكثر. اوكي فهدول هلا ما راح اسويهم، حاعمل هاي اللي بالنص سوري هاي اللي على اليسار 100 فوت. راح كمان اعطيها كمان 50 لانه فيني اصرف مع الانفلونس. شايفين هيك عملت فوت اخذتها، منيح اللي صرفت زياده مشان اخذهم. الماينر هاوسز هدول هن الناس موجودين بالمكان ممكن يصوتوا لك اذا هن يعني حسب مين بحبوا، بس هيك براندوم مشان تعمل شويه راندوم بالموضوع. 300 صوت عندهم. راح اخذ هلا هاي اخذناها اثوريتي هون. هذا عنده البيلدينج ارخص وهذا عنده المان باور ارخص، فبصير بيقدر يطلع جيش اسرع. أكلها هنا هلا بعاد ما بهم. الا يونت لوزينج اير سبلاي رجع هون. هذا هيك ريزولف اخذنا الفلوس. طيب هذا الا يونت لوزينج اير رجع اها هذا حناخده هون. شو يعني اير سبلاي؟ يعني هو لما عم يطلع يمشي بالصحراء بيحتاج سبلايز، هاي السبلايز بتاثر على قديش بيقدر يروح يبعد. فهون هاي وين السبلايز هاي. اوكي
لما يكون عندك مي كتير هذا بصير بيقدر يمشي بالصحراء أكتر بدون ما يتعبوا. بدك تنتبه إنك ما تصرف المي تبعك كتير. حلو هذا هون resolved done. هاي حنعمل choose. إيه هذا choose. gift water to the Fremen. مو أعطيتك المي يا أخي. I did. فاين خلص هي منيحة. أنا water هذا الwater supply خلص نعمل له resolve نرجع هذا لورا. لا طبعا حيرجع مشان يحافظ على حاله بدل ما يموت. Imperial tax paid. الإمبراطور مبسوط. وهذا development complete. فهذا بلشنا نعمل هدول هنعمل هاي ثلاثة. ما فيني غير ثلاثة لقدام. أوكي صفر واحد اثنين ثلاثة. ماشي. New village controlled هون. هذا حنعمل فيه شو قلنا بدنا نعمل فيه داتا سنترز. هاد هيعطيني انتل. بعدين باكل هم الباقي. طيب خلينا نعمل هذا الايجنت حنوديه كمان على الاراكس. لا حنوديه على لانستراد مشان يعطيني اكسترا انفلونس لحتى استعملها بلما اعمل فوت. اوكي هلا هون هذا شغال. هذا ما بعرف شو عم يعمل كان. لا هذا شغال لحاله. اوكي انه انا طلبت يعملها. هذه الفيول سيل فاكتوريز. طيب هل في حدا شايف سبايس هون؟ ما في سبايس نهائيا باي مكان. بالمكان جنبي يعني. بسيطه مو مشكله. نطلع هون ناخذ الفيول سيلز. هذا حيكلفنا قد ايه؟ 85. فينا نروح مو شرط ناخده بالحسنة بناخده بالضرب يعني كمان بصير. اوكي هلا صار فينا نشتري اسهم. اشتري مثلا من هون رح اقول له اي سهم ما يطلع بس يطلع اشتري دغري. شايفين هاي فهون حيصرف لياخذ الاسهم ونحاول انه نصرف الفلوس لانه هذا المطلوب. ريزولف هذا الاخ حنرجعه لتحت. هذا هون عم يعمل اكسبلور. لا شيء محرز لسه. هاي السبايس. لذلك سيكون الاخذ من هنا. سناتي الى هذه وناخذها ثم ننط الى هذه لحتى نعمل سبايس مزبوط. طيب هذا هون حنروح فيه لفوق. مشكله كثير بعيد. تعال هون هون وقف هون. اوكي هدول بدهم يعملوا معي تريد. بيعطيني 2.8 مقابل هدول الاشياء. هل اقبل؟ لذلك لماذا لا نقبل؟ لنقبل. خذهم يا عمي مسيك يلا. ها هون في دوده. طبعا الدوده هلا حيحاول انه هذا هربوا منا وهلا رجعوا. تعال هلا هيك تعال هون اتاك. جيبوا لي هي المدينه لو سمحتوا. هون عندنا 2 هذا عندنا 3 هون عندنا 4. الويند عم نشوف الويند مشان نطلع المصاري. بدي حاول اجي على هاي بسرعة قبل ما حدا يجي تاني غيري. ناخد هاي المنطقة مشان نبلش نعمل السبايس نظبطه هيك. يعني هنستعمل طبعا الاثوريتي لحتى نسحب هاي الارض. هاي حتكلفنا 100 فما لبعيدة يعني قربت منجيبها ان شاء الله. هذا هون نعمل تشوز ريفيلا ستيتش. اوكي هذا بصير مقدر نجيب هون العالم. اوه هذا محل الخضار. ما في كتير منهم هدول الاماكن بديون. طيب هاي الارض صارت الي. هلا حنوقف هون بس مبدئيا من هون لنظبط هذا المكان. رح حط اللي هي اللي بتعطي كوارز مودولر بارتس. اوكي فاين. لا اول شيء حنعمل هاي ما حتنفعني ولا شيء. ما حعمل شيء انتظر. طيب هلا اللانستراد الاصوات اكثر شيء مع هاركونن هن اكثر شيء معهم الاصوات. بس نحن حنحاول نعمل دعم لهذا الشيء من هون. ريسورس امبلجينج فيليجز اند سيتشز ما مهم. سبايس اكسشينج ريت هاوس هاركونن خلينا ناذيهم شوي. حنصرف هون 50 وهون حنعمل كمان 50. لوس لانستراد ستاندينج
هذا الشيء حينزل، وبعدين حنعمل 10% بصير لما بنصوت بناخذ كمان. طب هذا هون 10 بس فويس لحتى انه اني صوتت، هون الناس رفضت. اوكي الناس رفضت هون مع وضد. اوكي هون I get extra resources لان يمكن صرفت هون شوي احسن مع حد غيري، وهاد حياكلها هاركونن. حلو هاركونن حيصير سعر الصرف تبع السبايس يعني أسوأ. هذا الشيء كويس بالنسبة إلي لأنه هو الخصم. طيب هلا هاد بده 116 صار لأنه صار عندي فيليجز أكتر. طبعا السعر بيتأثر بعدد الفيليجز اللي عندك، كل ما كان عندك فيليجز أكتر كل ما صاروا أغلى لحتى تقدر تتوسع. اوكي هذا هون في هون سبايس كمان، والله لازم ننط على هاي كمان. هون هاد 93. طيب يلا خلينا ناخذ هاي اول بعدين حنجي على هاي. هلا كان فيني نط عليها دايركت، فهي اذا بدي نط عليها دايركت ب 100 ممكن اجي عليها ب 100 دغري، وهي 116 which is fine، المفروض اني اقدر اعملها. بعد هذا جيب فلوس، السعر كل ماله عم بيزيد. اشتري كمان اشتري كمان، لازم يكون معنا 30% 50% من الشيرز لحتى يمشي امورنا. هون في كويست produce 30 water او have 300 spice، فينا نبيعه وناخذ 2000 سولاري. بس هذا الشيء لازم ننتبه منه لانه لازم نعمل هيك. خلينا نلمون، اذا عملنا هيك الستوك باي 329 ما حيكفي، فلا ما حنعمل هاي الحركه الغبيه. هذا هون ننتظر شوي، ندفع 400 ستيل لناخذ 31 اوثوريتي، مو غلط ابدا، ونحاول نحتل هاي الارض السريع. قرب التاكس، خلينا نرفع هذا بس احتياط، ما بدي انحشر هلا. هون على الان المعركه مو مشكله، حنحاول ناخذ هاي الارض ونبلش نعمل كمان سبايس هون. هذا يلا وان مور هوديه على هاي، لا حنوديه على الشام، هذا حيعطينا فلوس، هذا حيزيد لنا الدخل اللي هو كمان حاحتاجه لحتى اقدر اشتري الشيرز اللي بدي اياها. حاليا عندي 14% من الشيرز اللي هو وضع مو سيء ابدا، بس حنحاول انه نحسن وضعنا كمان اكثر. طب هذا هون حنعمل هاي، هذا هون هلا اللي حنعمله بعدين ححط هذا هون هلا، حاول اني اوسع المدينه للجهه هذيك. طب عندنا هون ميليشيا بيلدينجز، شو بدي احط هذا لسه ما بقدر اعمله، حنجيب هدول لهون لحتى نبلش اللي هي حمله انه نطلع على ريزولف فيلا ستيتش. هذا هوستيل ضدنا، بسيطة بسيطة بسيطة. هلا منظبطها، حنروح ناخذ هاي الارض بعدين ناخذ هاي، او ممكن نبعتهم دايركت لهنيك، بس حاليا حنجيبهم هون. هاي الميليشيا خلصت، هذا ثلاثة ممكن نحط مي بس ماني مضطر. development complete geothermal condensers fuel cell factories produce solari and water. حلو ممتاز. هلا اذا بنيت اللي بيعطيني النار يعطيني بزياده، يعني مثل هذا مثلا، هاد حنعمل هون فيول سيلز، سوري فيول سيلز فيول سيلز هاي فيول سيلز فيول سيلز هاي، شفت شو عم نحكيها مزبوط. طيب there is always money to be made. maintenance center هون ما حنستفيد لانه اوريدي حطينا واحد هون، بس ممكن بعدين. طب هلا مبدئيا هون شو حنحط؟ حنحط ريسيرش لانه هذا بيعطيني اكسترا ستيت كرافت. اوكي لما ببني زرق
هاد حنعمل ديبلوي، حنجيب له هذا يعمل عليه هاي، خليه يفحصه، قصدي يعني يدير باله عليه، وهذا حيصير سيف مود. هيك نحن على الأقل بنضمن إنه ما تصير مشاكل. طيب تريد ريكوست، اوكي هذا بده يعمل معي نون اجريشن، بدي انا اعطيه السبايس مقابل فلوس. انا حقول لك ماشي. ساند وورم ديتكتد شور. هلا هذا خلصناه، حناخذ هاي بيرمنت الجيم بلس 30 سولاري برودكشن، حلو لانه معنا ووتر. طب هلا حنجي هيك، هذا بقدي، هذا ب 109 وهذا ب 116. لا بكير بكير رجع. هون ححط مينتيننس سنتر، ممكن اير فيلد. نحط اير فيلد هون لنحمي هاي الارمي. هلا وصلنا على اللانسراد مره ثانيه. حنعمل at the start of next council per control special region. فاين، هعمل عليها 10 فولتس بس. ايه هذا اكيد 40 هون، وهون حنعمل 50 الباقي 60، حنعمل 60 نصرفهم هون. حنعمل كونفيرم نشوف كيف اجى الفوتس. اخذنا هاي تمام، هاي كمان تمام، هاي اخذها اللي هو هاوس كورينو، حياخذ 500 سكور على كل ارض سبيشل عنده اياها. يعني هذا ممكن يعطيه السكور وين هون انه يفوز بالسكور، بس حاليا ما له قضيه. اجت العاصفه، العاصفه طبعا بس تجي اذا بتطلع هون، اها هاي هون حتبلش تكسر المثل الباتريز والاير فيلدز والريفاينريز، يعني ما حقدر اطلع من هون سبايس. عطلت الدنيا بسيطه، المهم ما تقتل حدا. طيب يلا هلا نطلع على هون ونعمل المشن عليهم يا الربع. هذا هون بعدين، يعني شوي 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 شوي. بدنا هون ناخذ هذا تشوز، ايه تمام، وهذا بعدين فينا نعمل اتاك عليهم بس مو هلا. خلينا ناخذ هاي ونبلش نعمل سبايس من هون كمان مشان نقدر نوسع العمليات، لانه بالاخير لا تنسوا انه المشن هي انه نشتري شيرز صح. ف هلا بنشوف شلون، طبعا لما عم نشتري شيرز السعر عم يطلع. هذا الهيستوري كيف السعر كان تحت وبعدين لما بلشنا نشتري صار يطلع، فبدك تعرف انه السعر يعني ممكن يتغير. طيب هذا هون ongoing siege، هذا حنسحبه لانه نحاول نجيب منه فلوس. هلا اللي بدنا نشتغل عليه هو الاثوريتي، take control of villages. اوكي هلا نشوف شو بدنا نجيبهم هدول. rewards reveal a siege، وهون هاي بعدين. لا فينا ننزل لتحت، هذا بيعطينا بروسيسنج بلانت بعدين. يلا هذا هون خالص، حنعمل ريفاينري اي هيك، ونعمل اللي هو الثاني. شو بده هون؟ ايجنت ريكروتمنت سبيد ووتر. اوكي ممكن نحط ووتر كمان، بس لا حاعمل بلاس كريت. لا نجمع مي، وهذا ايجنت تاني ححطه هون. خلينا نوزعهم بين الاماكن مبدئيا. طيب هلا هاد خلص، خليك مكانك، اذا لزمنا شيء من حركك يعني ما قضية. هدول خمسة هون. طيب هذا فينا نبعته نجيب الفلوس من هون. هذا فينا ندفع فلوس لناخذ هاد، هذا فينا نبعت هاد لإلنا وين في سيج. شور يلا هاي هون investigate resolve، اعطاني ساينس رفع لي هاي.
هنعمل هاي وهاي على السريع مشان ناخد after successfully imperial tax every harvester with full grants gathering rate permanently. حلو. هلا هون نعمل هاد resolve وهذا نرجع هون وهي الاخت لا deploy حط له هذا معه وهذا حنعمل له auto recon استكشف براحته امورنا تمام لحد هلا ما بينوا الاعداء في اظن ان هون الهارك عليكم مبينوا خلص انسى الموضوع حكينا بدري طبعا ما فينا نحاربهم لانه عاملين بس فايف او وي ار انتروس اوكي ما حنقدر اتقاتل معه خليك جوا حلو هلا هون حنعمل هيك مشان يشتري الاسهم وهون هذا حنعمل ريزولف حيقول لك وين في سيتش اوكي هذا فينا نروح ناخده بس بدنا نبلش المعركه مع الهاركونز شوي لحتى نعمل مشاكل خلينا ناخذ هاي الارض قبل ما يجوا ياخذوها هنين هاي 150 هلا نشوف كيف بس هذا حنوديه اول شيء حنودي هدول لورا رجعهم تحت وهون حنعمل ميليشا لانه ما بدي يجوني ريدرز او هيك قصص يلا هون هاد خلينا نحاول ناخد هدول طيب لحد هلأ ماشي الحال هاي your dad أبوك يعني طيب ما بعرف شو هاد أوكي هذا شلون بيشغل هذا ممكن نبعت عليه حدا هذا ممكن نبعت عليه حدا فاين تعا انت روح هون وانت روح هون انا اشوف اذا بنقدر نلاقي شيء حلو لانس راد مره ثانيه relationship is raised to truce with all other factions فمشان ما نعمل مشاكل حنصرف هون شوي هذا كمان حنعطي كتير 60 70 هذا مو مهم نعمل confirm اوكي ما فزنا بلا واحد صرفوا منيح على هاي اوكي 300 سولاري بير كنترول فيليج اخذ الفلوس تبلح فاين يعني باي يلا ننزل هاد لحد مناسب بدنا نطلع فلوس انت كمان تعرب لقدام طبعاً هذا حيسمح لي اني نزل الجنود بشي محل سلم نشوف كيف هذا هون ريزولف هاي واحدة هاي الثانية ها ليكو يعني نبعت له هاي ناخد نوليدج خود واتر يا عمي خود انا ما عندي مشكلة ابدا وهون ريزولف رجع هذا لجوا طيب هلا نعمل ميليشيا هون لانه ما بدي بصراحة مشاكل اوكي هيلزمنا اثوريتي شوي لحتى نبلش نعمل اشياء كمان عم فكر اني اخذ هاي الارض قبل ما هو ياخذها مو مشان شيء مثل بفر يمنعون انه يقربوا علي وكمان في هون سبايس وفي هون الكورينو حلو طيب هلا هون صار فينا نبني مباني خلينا نبني هاد اللي بيعطينا سولاري بير فيليج هذا نشيله تريد ريكوست لا خلينا نشوف شو بدهم بدهم سبايس وهي وهي يعطوني مصاري انا موافق خلينا نظبط هذا الشيء حلو هون حنعمل هاد هذا نعمل ريزولف اخذنا المان باور هي الارض ظريفه اذا اتاخذت لانه فيها بوينتس شايفين وهذا بعدين بصير بيعطيني ووتر برودكشن اذا اجيت بنيت هون حطلع مي خير الله هذا الشيء كويس يعني ممكن مبدئيا هل انا فعلا بدي اروح هون هي الجهه ولا بلش شغلي فوق ممكن والله عن جد هون احسن لي يمكن تعال هذه المدينه 190 يا ساتر ماشي خلينا نطلع شيء نشربه وهلا نشوف شو حنعمل
في هون معركة معي. هدول الريدرز، هذا اللي قلت لكم عليه، بيجوا الريدرز بيحاربونا. فهلا في ميليشيا عم تصدوا له. اوكي، تريد ريكوست، اي اكسبت. اوكي، في دوده وينا جاي بدها تاكل هاي، بس نحن ما حنخليها تاكل اكلت هاي. وجع. طب ما عاملينها سيف، ما لحقت. يلا هذا نحط هون بلاستيل فاكتوري، بلاسكريت سوري، لحتى نشيل هاي. هاد حنبعت له مندوبين لحتى ياخذوها بالحسنة، ما بدنا مشاكل. بعدين بنجي على هاي. في هاي الأرض ما فظيعة. اوكي، هذا هون خلصنا. هاي الهارفستر حنعملها ديبلوي، وراح احط هاي معه. حاتاكد انه هاي سيف مود وهاي سيف مود. بلا بصايب مره ثانيه بليز، ثانك يو. طيب سبيس على اراك على لانسراد هون، حتى نطلع انفلونس. امبيريال تاكسز دو سون. عنا صروف، خلينا نطلعهم نضمن انه موجودين، لانه اظن دفعت شوي بزياده على ناس حوالينا وهيك. تعال نعمل واحده ثانيه. ايه هذا اللي بيعطينا مي. السعر كل ما عم يطلع، فبدنا نهدي شوي قبل ما نشتري اسهم. ننتظر بس هذا السهم يصير اخضر نقدر نروح نشتري. عندي 20% من الشيرز، انا اكثر واحد مزبط معهم هدول. طيب هلا عندي 3 هارفسترز، ف في دخل جيد. هننزل هدول لهون. اوكي، الكونسل قرب، فهلا بنشوف شو حنعمل. خلينا نعمل هون كمان شوي، لانه بصراحه مالي ضمنان حدا. في حدا ضمنان حدا هون بهالمكان؟ foreign recruits building costs no information required. ولا واحدة منهم تستاهل اني ضيع وقت. خلاص ايه مو مهم. هلا كان ممكن صوت انه حدا تاني ياخذها مشان ما هو ياخذها. هذا هرب. انا بعت هون مندوبين بعد شوي، لسه مطولين، بدنا كتير اوثورتي لحتى نخلص. اذا عملت شويه تعديلات هون، ايه تعا انت معي لهون، وانت خليك شوي. هذا بدنا نعمل كلتشرال اسيميليشن لحتى نعمله. الكلتشرال اسيميليشن بيجي هون نيو فيليج كنترول. حلو، هذا بيقول لك برودكشن ان ذس ريجن وريكروتمنت اوفيس ليميت. سو بلش بريكروتمنت اوفيس ونحط واحد ثاني ما غلط. وهذا هيك، ونعمل بلاستيل او هذا حنلزمنا، لانه هاي جايه بالنص بين تنتين. فحنعمل اللي هو ال وهون بلاستيل ممكن، او لا هذا المبنى اكسبيرمنتال فيرنس ان الاي فيليج ان ريجن اتس نيبرز. يلا حلو. طبعا عندي التكنولوجي اني ابني كذا مبنى بنفس الوقت، بالعاده ما بيخليك. هذا جاهز، روح ريكون. يلا اوكي، هذا بقد ايه؟ 167. طيب هذا خلصنا تشامب سبورت، فينا نشتري ارخص بس السعر لسه عالي.
هلا بس ينزلوا اسهم السعر بي 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 بيهبط مزبوط، فبنكون احنا مجمعين شويه كاش وبنعملها. اوكي هذا هون. هلا ممكن اظن ان واحد اللي كان عم يعمل هذا اللي عم يعمل ارخص على الجوانب. اوكي حلو. طيب هلا هذا شو عم يعمل؟ وين رايح؟ لا تقول لي جاي علي. ها لا رايح يحتل المنطقة اللي تحت. مش كمان فينا نحاربه بصراحة. ما بعرف شو عم يعمل. جاي ياخد هاي. لا يا حبيبي تعا، مش كمان فيني اعمل له شي صح؟ ليك الازعاج. يا هاركونن اظن جاي يسرق ال يعمل له بيلج. اها ايه عم يسرقها، مو احتلال هاد، هذا تكسير. طيب اي بدي 207 نظبطها هلا. اسحبوا 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 على السريع. طيب خلصنا هاي، خلصنا هون بيلد. اوكي هون هذا شو بيعمل؟ ما حنستفيد لانه بدنا نعمل 100. تعال خلص كيف بقدر اجيب لهم؟ اوكي بصير بحط اير فيلدز بكل محل وبستفيد من وجودهم. حلو هذا بيرخص علي الاكثورتي كوست لحتى شيل الفيليجز. فهلا هاي حناخدها هيك تقدم شوي لفوق لانه هاي حتعطينا كثير مي، والمي هاي فينا نحولها لاشياء مثل مثلا باللانسراد هون نقدر نعمل فوت على هاي ونصير الووتر سيلر. هذا حيعطيني مي فلوس مقابل المي. اي مي زياده عندي نقدر نجيب بداله فلوس. الخصم هاوس كورينو ما بظن انه يقدر يفوز علي فيها. طيب تعا هون رجع طلع السعر. يا قلي الهول يا عمي. ها بايت اشتري لا توفر. ما هداك الشرازير راح حرقه ومسي. Trial of the Great Houses. All houses lose 30 points. أنا موافق. هاي 10 هون. هذا لازم أظن يصل لشو؟ لازم يصل لخمسين لأقدر أعملها. أوكي ما في عجلة. خليها هلا. All factions suffer economy development completion speed. ممتاز. آه. أنا أريد عملتها هاي. Every use command point increases salary upkeep. هذا ال use command points. أوكي هذا كل ما كبر جيشي كل ما كان هذا أعلى. فاين أنا موافق. حنعمل confirm. حلو. وهيك هذا انقبل. وهذا انقبل. وهذا انقبل. أوكي. هيك صار عنا قضية عامة. Imperial tax is soon. نعمل هذا هيك مشان نقدر ندفع التاكس يا حبيب. ندفع التاكس يا اللي هولي ما أرى. هذا بده هدول مقابل هاي. حقول له ديكلاين انا اسف يا صاحبي ما حقدر. بس اللي ممكن اعمله هو انه بدي كاش. لحظة 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 لحظة
هون نعمل ابجريد لهدول، وهذا نعمل هيك. بدنا مان باور كمان حتى نجيب ناس اكثر يشتغلوا. يلا يا حبيبي يلا. اي كمان كمان معلش حنفلس، بس ذاتس اوكي. اللي حيصير انه اذا فلسنا حنبطئ نقدر نعمل ساينس، هنقدر ما حنقدر نعمل هدول الاشياء. هذا حيسبب مشكله بس بسيطه هلا مبدئيا، حنحلها بعدين. ايه تشوز هذا هون، اساين لمين؟ اساين لتشاوم لجيب فلوس. خلينا نخفف هاي المشكله. يلا دفعنا دفعنا نفديت. نزل هاد هون، حنقدر نعمل نشتري بس ما معنا فلوس نشتري، فبدنا ننتظر شوي. طيب هيك الوضع شوي مستقر، بس حنشوف شلون بدنا نجيب مصاري. حنحكي مع الامبراطور، هذا بيقول لك هو increasing trade values valued by House Corino. ما بدي مع House Corino، في حدا تاني بحب يتصرف. هاد هاد اوكي ما بيهم الفلوس، فهي حتقلي يعطيني فلوس مقابل ولا شيء، ما بدي ولا شيء. فاين نو وريز، لا بأس. send military to investigate، send military to investigate. طيب ليش ما نبعتهم ونعمل انفستيجيت؟ مو غلط. يلا وينو الجيش؟ هون. تعا انت هون اعمل هون، وانت اعمل هون، انت اعمل هون، وانت اعمل هون. يلا خلينا يعملوا شيء مفيد بحياتهم. طبعا هون لهي الحلة ما حدا اجى لهون، مش ملاحظين هاي الارض؟ هلا بنشوف شو بدنا نعمل. لا هو اجا ودحش حاله هون ليه؟ لانه في هاي صح؟ اوكي points of interest verified resolve. خلصين وقف شوي. development complete native customs authority from agents on Arrakis. اوكي حلو هذا هون point of interest done resolve. هناخد المصاري وهذا حنرجعه هون. طبعا عندي مي كتير، فمشي بالصحراء ما حيكتير يأثر عليهم الجماعة هدول. هون ريزولف، هون ريزولف، هون ريزولف، هدول كلهم حيرجعوا لوين؟ على البيس. هذا البيس اللي قداماني، هو مو البيس فعليا، البيس تبعنا بعدين، بس انه محل قريب. طيب هلا هاد 131 لقدام شوي حنظبط كم شغلة، بس مبدئيا هون شو في اشياء فينا نعملها. فيزيت سيف بتنس مع اللاب كابتشر. اوكي هذا هون حنعمل هذا الشيء. وينه هو؟ هي مشان نعمل فيها ميشن. اوكي فهمت. يلا تعال هون اكسبلور يا عمي اكسبلور. هاي الامبيريال بيس هون حاطينا ليكو. لا تخليه. ايوه الريدرز. هلا اللي عم فكر فيه انا شخصيا هو انه اعمل هون ابجريد وحط صواريخ مشان احمي هاي المدينه، لانه شكله الريدرز هون مو مصلين على النبي. يعني خلينا نكون هون جاهزين بس لهذا الموضوع. اوكي هذا وين راح؟ هذا لحاله عم يتمشى. لا هو عم يتمشى هون. تعا هيك. هي الخريطة كبيرة بس جاي غريب شكله شوي. طيب
السبيشال ريجنز يكون اشكالهم غريبه شوي. عليك اوريدي دان كليم ريورد 3 نوليدج حلوين خلص. وهي راحت اوكي هي خلصنا منها. هلا هون اللي حنعمله انه اول شيء حنعمل نوقف هون الجيم ونكمل المره الجاي. شكرا كثير، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، بشوفكم المره الجاي. سلام.